السلام عليكم، مساكم الله بالخير. ملاكمة شعرية يا جماعة الخير فخمة، والله ان تعجبكم بإذن الله. حصلت بين الشاعر سالم السامود الحربي. الشاعر سالم السامود الحربي قال أبيات، ما هو أبيات، بيتين، وقال أتحدى أي شاعر في الجزيرة العربية يكمل عليها بأربع أبيات، أتحدى، لأن القافية حقتها كانت جدا 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 صعبة. وش البيتين؟ قال يا زين شب النار في جرم رمثه، ويا زين حمس البن لا جمر الرمث، ويا ما حلا مجلاسنا برض دمثه، الجو هادي والوطا قاعها دمث. يبغى الشعراء يكملون، يبغى الشعراء يكملون رمث رمثه دمث دمثه بهالطريقة. شعراء حاولوا وحذفوا حرف الميم، قال لا ما ينفع، وأبغاكم تكملونها إلى ستة أبيات. هو أعطاهم بيتين، باقي كم؟ أربع أبيات. جاء الشاعر يوسف أبو منير الحربي بكل روقان، بمزاج عالي جدا، ما أدري كيف، بس إنه يعني كان جدا مروق لك اليوم توقع. والشعر ذكاء ودهاء، رد عليه برد، اسمع. قال الشاعر يوسف، أول شيء بدأ بالبيتين لو، قال يا زين شب النار في جرم رمثة، ويا زين حمس البن لا جمر الرمث، ويا ما حلا مجلاسنا برد دمثة، الجو هادي والوطا قاعها دمث. ثم قال أبياته الرد اللي هو التحدي، قال ومعنطرة من للخمسة يقول خمثة، ومنطرة مشمت الضحى يقول لها شمث، يقصد علينا يقول ودي بحمثة، شقرة يطير بريحها عني العمث، ودي بخل يطرب الإذن همثة، نبرة ثوتة في الحشا كأنها لمث.